تنزه في الحدائق المحمدية. نعم. رسول الله نرجو قلبك الذهبي يسامحنا ويسمح للبراءة بالتنفس من جديد في غصون نفوسنا الجدبة، فكل زهورنا ذبلت وكل ثمارنا تشكو من العطب. تحاصرنا خطايانا رسول الله، حاصرها وأطلقنا كما أطلقت آل قريش عند الفتح. أطلقنا من الصلصال تمسكنا لزوجته، لنصبح سادة الأرواح أحرارا كما الشهب. تحاصرنا خطايانا حصار الماء للغرق، حصار الداء للمرضى، حصار النار للحطب. تحاصرنا خطايانا تذيب شموعنا بددا، وتتركنا ظلاما داجيا يكتر تذكاراته أسفا على اللهب. تحاصرنا خطايانا ترانا كيف نفلت من متاريس الحصار، ونحن عنها بعد لم نتب. رسول الله نرجو قلبك النبوي يؤوينا كماء المزن في السحب، ليغسلنا من الآثام. يسأل ربنا الغفران، يسأله إزاحتنا عن الأدران، يسأله إراحتنا من التعب. رسول الله ينتظر الإجابة شاخص النظرات مرتعش المفاصل، عصرنا المتوتر العصبي. نريدك يا رسول الله، نرجو قلبك النبوي يشمل بالسكينة قلبنا المملوء بالضوضاء والصخب. أمانك يا رسول الله، أنت الغيث نطلبه، ليسمح للبراعم بالتفتح من جديد سيدي في ميت الخشب. فكل زماننا خطر، وحقبتنا أشد وأحرج الحقب. أمانك يا رسول الله، ليس لنا شفيع سيدي إلاك، ليس لنا سواك نبي. الله 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 الله.